فتحية كبيرة جدا لروح المخرج الرائع يوسف شاهين والفنان العظيم محمود المليجي الحقيقة اللي عايزني اكسبها دي. حاجة كده تخليك ايه؟ كل حاجة غلط حصلت كل، وهذا لا يمنع للمرة المليون اهو بعيد واكرر، وهذا لا يمنع ان احنا عندنا مشاكل فنية في الفرقة، وعندنا مشاكل فنية في الإدارة الفنية للمباراة، كل ده كلام، واللي حصل ما قبل المباراة في كلام. عيب، اللي حصل لا يصح، اللي حصل ما ينفعش يتكرر تاني في افريقيا. تخيل حضرتك ان انت في نهائي دوري ابطال افريقيا، افضل بطوله او افضل، المفروض ان هو ثالث افضل نهائي في العالم كله، بيتقال قبل المباراه ان ممكن الفار يتعطل، يعني ممكن الكهرباء تتقطع قبل المباراه. انا مش عايز اتكلم عن المباراه وقبل المباراه، ولكن كل هذه الاحداث حصلت، وكل هذه الاحداث الناس بتتكلم عنها. اتمنى ان يكون هناك وقفه قويه ضد الفساد من خلال الاتحاد الافريقي. اتمنى ان تكون مره ثانيه، اتمنى ان يكون هناك وقفه قويه جدا جدا ضد الفساد في الاتحاد الافريقي، لان الاتحاد الافريقي محتاج شغل كتير كبير جدا 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 خلال الفتره القادمه.